خليك ذكي وحاول تفهم. الاعتراف هو اللي هيحسن موقفك في القضية. قول الحقيقة وسيب ربنا يعمل اللي رايده. كنت شغال في البحرين شغلانة قعدت مستنيها سنتين بحالها. وبعد شهرين اتنين جالي خبر منال. حبيت اخد اجازة قبل ما ينفعش. سبت الشغل وضحيت بالوظيفة ونزلت عشان ادفن اختي بايديا. طيب لما نزلت عرفت اللي حصل؟ امي كانت مخبية عني، لكن الواد اخويا الصغير حكى لي كل حاجة من وراها. ست منيرة صاحبة المصنع حطت منال في دماغها لما لقيتها مقومة العمال عليها. ألفت لها قصة، اتهمتها إنها سرقت فلوس من مكتبها، لبستها قضية، وسلطت عليها واحد قريبها كبير أوي في البلد. وطبعا عادل المليجي اللي كان بيحقق في القضية متوصاش، فضل يعذبها كل ده عشان تعترف بجريمة. منال ماتت في المستشفى اللي حولوه عليها، قتلتها صاحبة المصنع وقريبها الراجل الكبير اللي ما نعرفش هو مين لغاية دلوقتي، عادل المليجي. أعمل نفسه قاضي وجلاد في نفس الوقت. أنت اللي عملت نفسك قاضي وجلاد لما حاولت تاخد حق أختك بإيديك. نسيت إن البلد فيها قانون. قانون إيه؟ وكان فين القانون ده لما حفيت ورا كل المسؤولين عشان اثبت لهم ان عادل المليجي هو القاتل ومحدش راضي يسمعني؟ لا وكمان ايه؟ هددوني وقالوا لي لو فضلت تزن في الموال ده انت كمان هتحصل اختك. انت عارف كويس ان البلد دي خلاص بقت بلدكم انتوا. يا باشا احنا ضيوف عندكم. انا لما لقيت نفسي كده كده ميت قلت اخد بطل اختي واحرق قلب عادل على اخته. على الأقل أموت وأنا رافع راسي. مادام معرفتش أرفعها وأنا عايش سيبوني أرفعها وأنا ميت. بقولك إيه؟ انزل من العربية دلوقتي وإحنا بعد ما نخلص هنجيلك. انت تاكلوا عليا حقي مش كده؟ يا عم هجيب لك حاجتك معاك يا عم. في ايه؟ حاضر. الف سلام عليك. طيب حضرتك بقى لف وارجع تاني. ايوه بس انا ساكن هنا. تمام ممكن بقى تلف وترجع؟ معلش. بعد كل اللي قلته لك معلش ده قانون. مش ممكن تستثنيني من القانون. انا بعد الكوبري مباشره.